وهاب، في سؤال دايما محيرني كمستمع، مستمع غوي طرب يعني. انا بسمع الاغاني الاوروبية بشوف ان اللحن بيتغنى باكثر من صوت، واحيانا باكثر من لغة، يعني يتغنى نفس اللحن في كذا بلد، كل بلد بلغته. وعندنا دايما المطرب يحتكر الاغنية، او ربما هي يعني استعمال كلمة احتكار هنا يبقى نوع من التجني، لكن انا عايزة افهم يعني ليه عندنا ما فيش اللحن الحلو ما بيغنهوش اكثر من صوت، ربما نستفيد احنا ويستفيد اللحن. ممكن، لكن يعني في اسباب، في اسباب تخلي ما هوش باطلاقه انه هنا كل لحن ممكن يغنى من كل صوت. ليه؟ لانه لا يزال الصوت هنا هو السيد. يعني الناس بتسمع صوت، لا تزال الناس بتسمع صوت، يعني الناس تسمع صوت فلانة بالذات وتحبها بالذات، وتحب الصوت فلان بالذات. يعني لا يزال الى حد ما الصوت هو السيد وهو المسيطر على الجو الغنائي. وبعدين في اوروبا اما بتطلع اغنية بلغة بتنتقل في ناحية تانية بلغة اخرى بيغنيها واحد باللغة التانية، يعني افرض اغنية طلياني اما بتروح في المانيا بيغنيها بالالماني، اذا ما سمعهاش بالطلياني، سمعها بالصوت الالماني اللي بيعجبه. لكن احنا بلاد عربية كلها بنتكلم بالعربي، يوم ما تطلع اغنية في مصر يقولها واحد مصري افتكر وتكون قدمت الخدمة الكافية. يعني من غير المعقول انها تروح مثلا في تونس وتتغنى بصوت تونسي. ليه؟ ما هو مش هيغنيها احسن من اللي غناها مدام بعربي في عربي، مدام هنا عربي وفي تونس عربي وفي مراكش عربي وفي العراق عربي وفي لبنان عربي، يبقى الاغنية ما تطلع بالعربي في كل حتة هتبقى باللغة العربية. اذا انا اسمعها من صاحبها الاصلي اللي اولا خدها من الملحن مباشرة واللي خدمت احسن خدمة واللي 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 الى اخره. لكن في اوروبا غير كده، اغنية تطلع في امريكا في الاغنية الاخيرة بتاعت فرانك سيناترا المهمة قوي دي، انا سمعتها بالالماني وبالطلاني وبالفرنساوي وبالمش عارف انا مثلا لو ما كنتش اعرف انجليزي، انا طلياني وعاوز اسمعها، هسمعها بالمغني بتاع الطلياني. ما سمعتهاش Strangers in the night. بالمناسبة دي مش هي الغنوة Strangers انا سمعت ان حضرتك قلت انه فرانك سيناترا اقتبس منك اللحن ده. والله ما احنا اقتبسنا، يعني ما فيش مانع، يعني هو اللي اقتبس. لا هي مثلا دي من جو، لا يعني مش انا اللي، لا هي من جو، هي من جو. والله انا الحقيقة مش لو ده لو هو مش انا الحقيقة، لكن هي فعلا كده تجديها برضو، يعني اي زي فيها الروح دي. فما اعرفش بقى مين اللي عملها الاول، مين اللي عملها الاول. الحمد لله اللي انا اللي عملتها الاول، وبعدين كنت بتبقى مصيبه. لا انا هقول لك كم تلاقي منشط سرقه فنيه خطيره. لكن استاذ عبد الوهاب سبق انك عملت لحن وغناه كذا صوت ونجحت التجربه، فاكر لا تكذبي؟ لا تكذبي كان وحاجه تانية كمان، في لحن تاني غناه اكثر من صوت. عارف في لحن تاني غنيته اظن نجاة وغناه عبد الحليم حافظ، ولا تكذبي افتكر غير كده. وبعدين يعني انبسطنا من اللحن من الحكاية دي، وانت وغنيته وحضرتك غنيته كمان لا تكذب على وغنيته وكان حلو قوي وانسجمنا جدا، يعني النظرية مقبولة. لا هي مقبولة ما فيش، ولا شركات الاسطوانات هي اللي بتلعب دور. لا ابدا، لا ما انا قلت لحضرتك من الاول انه ممكن، يعني مش ممكن، ليه لا؟ يعني برضه كل انسان له طعم، يعني مش عايزه كده. في الشك يعني احيانا انا يعني أسمع، ممكن لا ممكن اسمع غنوه لفايزه احمد مثلا فاقول ايه والله لو نجاة غنت الغنوه دي تبقى حلوه برضه. يعني ممكن مش ممكن، بس هي حضرتك القيت الضوء على حاجه مهمه، وهي ان احنا كمستمعين او سواد المستمعين ما زالوا بيسمعوا صوت ما بيسمعوش لحن. ما في شك. دي بقى ده عدم وعي. لا هو برضو في، يعني برضو الان اصبح في وعي للحن، يعني برضو بتجدي ناس يقول لك ان اللحن ده احسن واللحن ده اتاخد من كذا والحته دي متاخده من كذا وده ما عبرش، لكن برضو الى حد، يعني مش
بنسمع أصوات مش بالنسبة مش بالنسبة مش بالنسبة الأخرى بتاعت الجماعة التانيين. لسه برضو الأصوات عندنا هي لها سيادتها. سيادة الصوت على اللحن. مفيش شك.